معايا عبر الهاتف الآن سيادة العميد أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بنادي طلائع الجيش. يا فندم بهنيك على الفوز النهاردة على الأهلي وعلى مستوى طلائع الجيش على مدار الموسم. بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي وتحياتي لحضرتك وكل مشاهدينك ومستمعينك. أقل من حقكم والله يا سيادة العميد. الأول النهاردة الفوز كان مهم أكيد، مباراة قدام النادي الأهلي حتى لو النادي الأهلي خسر الدوري، ولكن هو النادي الأهلي في كل الأحوال تقدر تكسب النادي الأهلي النهاردة وتقدر كمان ما تخليش النادي الأهلي يصنع على فريق طلائع الجيش أي فرص خطيرة النهاردة، فده كان شيء رائع جدا. الحمد لله بنحمد ربنا وبنشكر فضله وبننسب الفضل لأصحابه طبعا ربنا سبحانه وتعالى، وفضله كبير علينا والسيد رئيس مجلس اداره نادي طلائع الجيش ومجلس الاداره الداعم وبقوه للفريق والكابتن طارق العشري بجهازه الفني المحترم واللعيبه والجهاز الاداري المعاون والعمال وكل اللي ساهموا في ان نادي طلائع الجيش يكون في المكانه دي في التوقيت ده وفي الدوري الصعب جدا جدا جدا، وربنا يقدرنا ونقدر نبني وناخد خطوه بعد كده توصلنا للمكانه اللي تليق بالمؤسسه العسكريه المحترمه. الحاجه الملفته جدا النموذج، يعني النموذج اللي عمله طلائع الجيش الموسم ده انه قال انه يا جماعه مش القصه كلها قصه فلوس واموال وانك تصرف كتير وانك تجيب لعيبه باهظه الدمن وانك تعلي سقف الرواتب، انت ممكن تكون فريق بشكل محترم جدا ببادجت محترم بميزانيه محترمه وتعمل اداء مشرف ومميز جدا توصل بيه للمربع الذهبي في الدوري. هو القيمة الكبيرة كلها بتبقى في الانضباط والالتزام، ودي السمة الرئيسية للمنظومة العسكرية مظبوط، واللي بتستطيع ان هي اي فرد بينتمي ليها بيتطبع بالطباع الالتزام والانضباط اللي هم اساس كل شيء، اساس النجاح في الاول وفي الاخر بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، زي ما حضرتك بتقول يعني احنا طبعا ما بنحبش نتكلم في موضوع الامور الماديه والكلام ده كله، انما احنا بنهتم جدا بالالتزام والانضباط. هايل. وهم دول العنصرين الاساسيين في العمل بالنسبه للمنظومه العسكريه خلال الفتره اللي فاتت اللي قدرنا من خلالهم ان احنا الحمد لله نبقى في المكانه دي واللي هنبني عليها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، بحيث ان احنا لان انت عارف ان تبقى الامور اللي جايه هتبقى اصعب واصعب والدوري اللي جاي هيبقى اصعب بالتأكيد. فانك انت توصل لمكانه زي دي وعلشان تستمر عليها وتبني عليها هتبقى الامور محتاجه منك مجهود اكبر واكبر، ربنا يقدرنا ان احنا نقدر اكيد محتاجه مجهود ومحتاجه تدعيمات كمان. التدعيمات هل حسمتوا موضوع محمود وحيد من الاهلي فعلا؟ الحمد لله احنا عن طريق السيد رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره نادي طلائع الجيش اتحسم الموضوع بالفعل، وان شاء الله محمود يكون اضافه قويه واضافه ممتازه خلال الفتره اللي جايه والموسم اللي جاي ان شاء الله. شراء نهائي يا فندم ولا اعاره؟ لا اعاره. احنا بنشكر على يعني مكاسب فرصه وبشكر مجلس اداره النادي الاهلي المحترم وعلى التعاون يعني المثمر ما بيننا وما بيننا. عظيم جدا. ايه الصفقات اللي اتحسمت اخرى يا فندم؟ يعني في محمد شريف حتحوت برضه لاعب نادي انبي. هايل. ده برضه من ضمن الصفقات اللي احنا الحمد لله رب العالمين يعني قدرنا ان احنا نحصل عليها برضه، وبشكر برضه مجلس اداره نادي انبي على التعاون المحترم ما بيننا وما بين ما بينهم وما بيننا يعني. هايل. وفي بعض الصفقات الاخرى ولكن احنا برضه يعني ايه، لا انا بسالك على الحسم، يعني انا مش عايزك برضه تقول معلوماتك، التاكيد لسه في مرحله المفاوضات، انا بس اللي حسم هم يعني اعتبر ضمن اهم الصفقات بالنسبه لنا اللي حسمت حاليا، وربنا وفقنا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله ويبقى في اكتر من دعم على اساس ان احنا محتاجينه خلال الفتره اللي جايه، عشان احنا هتبقى الامور بالنسبه لنا صعبه خصوصا لو ربنا اراد ان شاء الله وكلنا نصيب اللي هنلعب بطوله عربيه، هنبقى محتاجين دعم كبير على اساس ان الامور تبقى ماشيه كويس ان شاء الله ما بين الدوري وما بين البطوله العربيه ان شاء الله. اكيد. وانت بتصرف في شراء او استعاره لاعبين في المقابل بتبقى عايز تسوق بعض اللاعبين عشان تقدر تغطي ميزانيتك، هل في لعيبه قررتوا بيعها او وافقتوا على بيعها لانديه اخرى؟ انا بعتبر دايما ان حق اصيل للاستاذ رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره نادي طلائع الجيش بيع الاستغناء او من عدمه الخاص باللعيبه يعني، فبقى الامور كلها بتتعرض على استاذ رئيس مجلس الاداره ومجلس اداره نادي طلائع الجيش بالتنسيق مع طبعا المدير الفني، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نبي للمدير الفني احتياجاته وفي نفس الوقت برضه
مصلحه النادي بيبقى لها بتبقى قدام عينينا برضه، لازم نبص عليها في بعض الاوقات يعني. مؤكد. في نفس الوقت برضه احنا ما بنقفش ضد طموحات اللعيبه، على اساس ان اللعيب اللي بيبقى متواجد معاك وبيأدي بمنتهى الاخلاص له حق علينا لو جاله عروض من انديه كبيره. صح. ان احنا ندرس المواضيع دي كلها ونعرضها على السيد رئيس مجلس ينطبق الاداره والمدير الفني، نشوف المصلحه فين بالنسبه للجميع يعني، ونحاول بقدر الامكان ننفذ ده. ينطبق كلام حضرتك ده ينطبق على محمد بسام اللي عنده عرض بالزمالك؟ ينطبق على كل اللعيبه، على كل اللعيبه متاحه انك انت يجي لها عروض. ومجلس الاداره، انا بقول لحضرتك استاذ رئيس مجلس الاداره والجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الفني بيبقى يعني احنا بننظر في الاول لمصلحه النادي، وفي نفس الوقت بنحاول بقدر الامكان ما تكونش متعارضه مع مصلحه اللعيبه واللاعب اللي بيجي له بعض العروض اللي بتحقق طموحاته. سيد العميد احمد المهدي المشرف على الكوره بنادي طلائع الجيش، انا بهنيك على الفوز النهارده قدام النادي الاهلي، وايضا بهنيك على مستوى طلائع الجيش في مجمل اعماله على مدار الموسم، اداء رائع جدا لطلائع الجيش ومكانه مميزه جدا، نموذج طلائع الجيش، نموذج زي ما كنت بتكلم مع سيد العميد احمد المهدي. طلائع الجيش اكيد اكيد رواتب لاعبيه وصفقاته وخلافه مش زي انديه كثيره في الدوري، هو في مكانه جيده يعني، مش بقول برضو ان نادي طلائع الجيش ما عندوش لعيبه مميزه او ما بيدفعش رواتب كبيره، لا بيدفع زي ما كل الناس هتدفع، بس ما بيدفعش المبالغ الباهظه اللي عند انديه اخرى، ومن حقهم طبعا كل واحد حسب ميزانيته، بس هي الفكره انه وانت ما بتدفعش كتير قدرت تبقى موجود في المربع الذهبي، وانت ما بتدفعش كتير قوي يعني بالمعنى الادق يعني بتبقى موجود عادي في المربع الذهبي عادي، ما حصلش حاجه. مدرب محترم جدا الكابتن طارق العشري. الاهم الاهم انك تدي دعم طول الوقت، دعم للمدير الفني، اكسب اتعادل انا وراك، اخسر انا وراك، عايز لعيبه معينه ماشي، مش عايز استغنى عن لعيبه معينه ماشي، كل ده دعم دعم دعم. طارق الجيش لو شارك في البطوله العربيه الموسم اللي جاي هيبقى محتاج لعيبه كمان مهمه في الفريق، ومحتاج يبكي على كل لاعبيه لو قدر طبعا. خدوا بالكم انا لما سالته السؤال، دايما الأندية بتحاول تعمل إيه؟ بتحاول أشتري وأدعم فريقي بلاعبين جيدين، بس عشان أبدأ أفضل أصرف أصرف أصرف، ده كل الأندية مش طلائع الجيش بس، كل الأندية عشان أبدأ أصرف لازم في المقابل أبيع، لازم في المقابل أبيع. ما هو ريال مدريد بيبيع كازيميرو وهيبيع أسينسيو، ليه؟ عشان هو بيشتري فممكن يبيع كمان لعيبة مهمة، بس اشترى لعيبة ممكن تعوض اللعيبة المهمة دي في المستقبل، هي دي الحكايه. على فكره ده ينطبق كمان على الاهلي وعلى الزمالك وعلى بيراميدز وعلى الاسماعيلي وعلى فيوتشر وعلى اي نادي في مصر، اي نادي في العالم، انت وانت بتشتري بتبقى بتفكر كمان هتبيع، يعني بتدفع فلوس وبتفكر ازاي كمان تكسب فلوس عشان ما يبقاش عندك خسائر في الاخر، بما لا يضر، بما لا يضر بالفريق بتاعك فنيا يعني في الملعب. طيب